بسم الله الرحمن الرحيم موجز الاخبار من قناه سهيل اهلا بكم قال نائب رئيس الجمهوريه علي محسن صالح ان تنفيذ اتفاق الرياض يحقق مكاسب وطنيه كبيره من ضمنها توحيد هدف اليمنيين في استعاده الدوله وانهاء الانقلاب جاء ذلك خلال لقائه اليوم بالسفير الفرنسي لدي اليمن جان ماري وأكد نائب الرئيس أن أكثر العراقيل التي تتهدد عملية السلام هي استمرار الدعم المسلح والتدخل الإيراني في اليمن والالتزام الحرفي لجماعة الحوثي بهذه التوجيهات التي تهدف في الأساس إلى زعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة والتهديد المستمر للملاحة الدولية دانت وزاره النفط والمعادن استهداف سفينه نفطيه في ميناء جده السعوديه يوم امس بقارب مفخخ مؤكده ان هذا العمل الارهابي لا يستهدف المملكه فحسب بل يستهدف امن واستقرار المنطقه بشكل عام ومنها اليمن وطرق الملاحه الدوليه ومصادر الطاقه العالميه بدوره حذر وزير الاعلام معم إيراني في تصريح صحفي من المخاطر المترتبه على استمرار تجاهل المجتمع الدولي للانشطه الارهابيه التي يقف خلفها نظام الملال في ايران وادانه وأداته من ميليشيا الحوثي في البحر الأحمر وباب المندب دارت معارك عنيفة بين قوات الجيش الوطني وميليشيا الحوثي الانقلابية في جبهة مريس شمالي محافظة الضالع وقالت مصادر عسكرية أن قوات الجيش هاجمت مواقع الميليشيا وتمكنت من تحرير مواقع عدة في الجبهة الشرقية لمريس وأفادت بسقوط قتلى وجرحى في صفوف الميليشيا أصيبت امرأة بانفجار لغم من أرضي من مخلفات من الحوثي بوادي الحريم بمديرية عسيلان غرب محافظة شبوة وناشد أهل عسيلان الجهات المسؤولة ومشروع مسام للتدخل لنزع الألغام التي زرعت من الحوثي أثناء تمركزها في وادي الحريم بالمديرية أبطلت الفرق الهندسية التابعة للقوات المشتركة مفعول عبوة ناسفة كانت من قد قزرعتها بالقرب من مخيم غليفقة للنازحين بمديرية الدرهمي جنوبي الحديدة وقال مصدر في الفرق الهندسية إنه تم العثور على العبوة الناسفة التي تعمل بنظام الكاميرا والتحكم عن بعد موضحا أنه تم تفكيك العبوة وإزالة الخطر الناجم عنها الذي يهدد حياة المواطنين كما فككت الفرق الهندسيه صاروخا من منزل مواطن في حي المنظر بمديريه الحواك جنوب مدينه الحديده اطلقته ميليشيا الحوثي في وقت سابق ولم ينفجر وقال المرصد اليمني للالغام ان الفرق الهندسيه فككت الصاروخ الذي اطلقته ميليشيا الحوثي وسقط على منزل مواطن بمنطقه منظر بالقرب من مطار الحديده وفي الذكرى الثانية لاتفاق ستوكهولم المتعثر حث الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الحكومة اليمنية والحوثيين على الانخراط مع مبعوثه الخاص مارتن جريفيث في حوار بناء حول الإعلان المشترك بهدف الوصول إلى حل للأزمة اليمنية من خلال التفاوض واعتبر غوتيريش في بيان اتفاق ستوكهولم اختراقا دبلوماسيا أعطى بصيص أمل للشعب اليمني لكنه اعترف باستمرار معاناة اليمنيين القاسية داعيا جميع الدول الأعضاء لزيادة دعمهم المالي لعملية الإغاثة التي تنسقها الأمم المتحدة والمساعدة في مواجهة الأزمة الاقتصادية الحادة في البلاد صنف تقرير لمنظمة مراسلون بلا حدود من الشحوث ضمن قوائم الجماعات التي تختطف الصحفيين كرهائن حول العالم وجاءت في المرتبة الثانية بعد تنظيم داعش الإرهابي وقالت المنظمة إن مصير الصحفيين يحيط به الغموض بعد أو يحيط بهم الغموض بعد إصدار الميليشيا أوامر إعدام بحقهم نهايه الموجز في امان الله